طيب، هل في أي نوع من أنواع المظاهرات الداعمة للجانب الفلسطيني في واشنطن أو في نيويورك أو في أي من الولايات الأمريكية؟ والله محدودة جدا المظاهرات الوحيدة اللي شفناها ذات الثقة، يعني في حاجات ايه تحركات بسيطة مش زي اوروبا، مش زي اوروبا. التحركات البسيطة العجيب جت من جالية يهودية نزلوا الكونجرس كانوا ضد اسرائيل، ودي كان حاجة موقف غريب جدا. لكن اسمح لي يا استاذ خالد بس اضيف نقطتين على السؤال اللي فاتوا، او نقطة ان هو من الحاجات برضو اللي انصح بيها، ان هو لما بنيجي نعمل تعليقات على السوشيال ميديا بأمانة شديدة وبيبقى فيها نوع من الكراهيه الدينيه لاي حد يهودي، دي بتثير يعني بتقلب الوضع ضدك، بتخلي الطرف الاخر يقول لك انت راجل غير عقلاني مش بتناقش سياسه، انت بتناقشها من منظور كراهيه دينيه، وبالتالي بنخسر الايه؟ بتخسر المناقشه. ما تتعمل، واعتقد ان ده وانس الخطوات اتعملت صح الطرف الاخر هيبدا يحقل والكل يقعد على المنضده والترابيزه ويبدا المناقشه تاخد راي العقل وليس العواطف. وهنا اللحظه دي اللي عملها انور السادات الله يرحمه لما اعلى العقل وعرض السلام وقدر ياخد بيه ارض في النهايه من خلال ادائه الابداعي في السياسه في ذلك الحين.